بسم الله نبدأ وعليك نتوكل يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب بأول أيام ختام جروب التحدي ومركاض الشريعة بيوم الاثنين الموافق 28 من أغسطس لعام 2017. تبدأ أول تحدياتنا لهذا الصباح عبارة عن 15 شوطا لفئة الحقائق من مسافة الكيلوين. شكرا لجميع الداعمين لنجاح هذا المهرجان، شكرا للجنة المنظمة لسباقات الهجن وعلى رأسها سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني طال الله بعمره، وشكرا لناصر بن عبد الله المسند لدعمه بأربع سيارات، وشكرا لعبد الله بن سعيد العيدة لدعمه بأربع سيارات، شكرا لسعيد بن عبد العزيز التميمي لدعمه بسيارة، وشكرا لأعضاء جروب التحدي لدعمهم بسيارة، وشكرا لشركة جالف كرافت على دعمهم لرموز المهرجان، وشكرا لجميع الإعلاميين والقنوات الفضائية الداعمين لمهرجان الختامي والتغطية الإعلامية. شكرا لعيادة إنجاز البيطرية، وشكرا لشركة ويب أند وور للدعاية والإعلان، شكرا لموقع لبرقة لسباقات الهجن لتقديم التغطية الإعلامية المميزة، وشكرا لمؤسسة الأصايل للخدمات، وشكرا لعيادة المهل البيطرية، وشكرا لجميع الداعمين لهذا المهرجان. بسم الله وعلى بركة الله انطلاقتي أول تحدياتي هذا الصباح، أول المنافسات، أول المواجهات بأول تحدياتي يوم الختامي لجروب التحدي الشوط الرئيسي للحقائق القعداء البكار، ينطلق من مسافة الكيلوين يحمل معه هذه الشعارات اللامعة، الباحثة عن الإنجاز، الباحثة عن الانتصار، الباحثة عن المنافسة المشرفة. نتابع هذه الأسماء المتواجدة ونتابع المقدمة. هنا تتقدم عنيدة وعبد الرحمن بن عبد الله العيدة مع المقدمة، يقدم لنا عنيدة، بينما المركز الثاني من تسللت مباشرة إلى صدارة الشوط شهوان بن مصر الشهواني، يقدم لنا الشاهينية من تتقدم مباشرة إلى صدارة الشوط، بينما المركز الثالث هنا تتقدم هملولة ومحمد بن راشد بن سلامه الهاجري يتقدم إلى المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، هنا تتقدم النايلة وعبد الله بن بجاد الهاجري يتقدم إلى المنافسة وإلى التحدي، يتواجد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع صوغة باب الهاجري يتقدم إلى المنافسة وإلى التحدي. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم المتقدمة المسيطرة على دائرة النداء والإذاعة. نعود مباشرة مع البداية ومع التحدي، هناك شهوان بن مصر الشهواني يتقدم مع الشاهينية، ينطلق مباشرة وينفرد في صدارة هذا الشوط، يبحث عن الناموس الأول ويبحث عن الإنجاز الأول في يوم الختامي، في يوم التحدي، في يوم المنافسة المشرفة في جروب التحدي وأرض التحدي. نتابع هذه المنافسة على مقدمة الشوط، هملولة مع المركز الثاني محمد بن راشد بن سلامه الهاجري، ولكن شهوان واللحظات الأخيرة، شهوان والأمتار الخطيرة، شهوان بن مصفر الشهواني مع الشاهينية واللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة بدون أوامر، وشهوان يقترب من الإنجاز، يقترب من الناموس مع اللحظات الأخيرة. من هذه اللحظات تهانينا و
وألف مبروك للشهوان بن مسفر الشهواني على فوز الشاهينية وتحقيقها للإنجاز. سلام وتحية واحترام إلى هذا الشعار من انتزع أول النواميس الصباحية. تهانينا وألف مبروك للشهوان بن مسفر الشهواني على فوز الشاهينية وتحقيقها للإنجاز. المركز الثاني هملولة لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجر. المركز الثالث النايلة لعبد الله بن سعيد بن بجاد الهاجري. مشاهدينا الكرام مستمعين لا فضل، تهانينا والف مبروك للشهوان بن مسفر الشهواني على فوز الشاهينية وتحقيقها للانجاز. التوقيت الزمني 3:03 52 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك.